نتواجد الآن في حي سبعيليو، حيث ارتكبت الميليشيات الإنقلابية هنا مجزرة إنسانية راح ضحيتها 16 مدنيا ما بين قتيل وجريح. تفيد المصادر أن الميليشيات الإنقلابية المتمركزة شمال المدينة أطلقت هذه القذائف على التجمعات السكانية، والتي أودت بحياة امرأة وطفل وإصابة 14 مدنيا آخرين. تلاحظون هذه المشاهد التي ستبقى شاهدة على استمرار ارتكاب الميليشيات الإنقلابية للمجازر واستهدافها للتجمعات السكانية من وقت إلى آخر أمام مرأى ومسمع من المنظمات الحقوقية والإنسانية. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.